Cette campagne de vaccination est venue à bien nommer, surtout que nous sommes dans le temps de carême. Et dans ce temps de pandémie où nous entendons tellement parler des vaccins, celui-ci est bon, l'autre n'est pas bon. Celui-ci est bon pour les jeunes, l'autre pour les vieux. Celui-ci fait du mal et l'autre peut guérir. Les grandes nations cherchent à le fournir aux pauvres et tous les pays courent après ce vaccin. Alors que les vaccins qui sont proposés dans l'Église sont tous gratuits, valables pour tous les âges. Et il n'y a pas à se demander si c'est des vaccins ARN ou de souche traditionnelle ou autre. Je ne suis pas du tout ni médecin ni neurologiste pour m'avancer là-dessus. Et notre sujet ce soir porte sur l'espérance chrétienne. Avant de commencer, je vais parler en arabe. Je veux simplement vous dire que si vous voulez aller plus loin sur ce vaccin, de l'espérance. Moi, je me suis inspiré de la catéchèse du pape François sur l'espérance. Vous pouvez y aller sur Internet et vous trouvez des pages et des pages pour en finir avec le pape François. Ar-Raja la yukhayyib abadan. Ar-Raja ghayr al-amal. وغير التفاؤل فهؤلاء يخيم أما الرجاء فلا الإيمان المسيحي يحول الأمل إلى فضيلة إلهية أي عطية من الله ويسميها الرجاء إنها فضيلة موجهة نحو الخلاص الذي وعدنا به الله. وفي نشيد المحبة في رسالة بولس نجد الرجاء بين الإيمان أساس كل شيء والمحبة التي لا تزول. نجد فضيلة الرجاء لأنها فضيلة الطول. الإيمان يظهر في الأعمال والمحبة بالأفعال. إنما الرجاء يبكر من حصة المتواضعين الفقراء لله والمنتظرين خلاصا على مثال الرعاة في بيت رحمه. في هذه الأزمنة التي تبدو مظلمة والتي نشعر فيها أحيانا أننا ضائعون أمام الشر والعنف والألم والأمراض الذين يحيطون بنا، نشعر أننا فقدنا العزيمة بعض الشيء لأننا نجد أنفسنا عاجزين ويبدو لنا أن هذا الظلام لن ينتهي أبدا. لا ينبغي أن نسمح للرجاء أن يتركنا لأن الله بمحبته يسير معنا. أنا أرجو لأن الله بقوة، لا سيما في زمن الصوم هذا الذي هو مسيرة رجاء، مسيرة نحو يسوع القائم من الموت. هو زمن توبة والإماتة ليست هدفا بذاتها، إنما غايتها هي أن تقيمنا مع المسيح وأن نجدد هويتنا كمعمدين. لذا فإن زمن الصوم الأربعين بطبيعته هو زمن رجاء.
لحتى أتوسع بالموضوع أخوتي، مش رح كمل كأني عامل إنشاء، رح آخذ بعض صور من العهد القديم وبالعهد الجديد لحتى نجسد هالرجاء كيف نعيش وكيف نحن مطلوب منا إنه نعيش. رح آخذ وجه إبراهيم جديد مزمور، وبعدين بنقول للعهد الجديد. يذكرنا القديس بولس في الرسالة إلى أهل روما بالصورة العظيمة لإبراهيم ليدلنا على ضرب الإيمان والرجاء. يكتب عنه الرسول: إنه آمن راجياً على غير رجاء فأصبح أباً لعدد كبير من الأمم. آمن راجياً على غير رجاء، إنها فكرة قوية جداً، لأنني أرجو حتى في غياب الرجاء. وهكذا كان إبراهيم يشير القديس بولس إلى الإيمان الذي من خلاله آمن إبراهيم بكلمة الله الذي وعده بابنه. ولكنها كانت فعلاً ثقة ترجو على غير رجاء، لأن ما أعلنه الرب له كان بالفعل مستحيل، لأنه كان مسناً، كان ابن 100 سنة، وامرأته كانت عاقرة. لقد كان أمراً مستحيلاً، ولكنه آمن لأن الله قال له ذلك. لم يكن هناك أي رجاء بشري، لأنه كان مسناً وامرأته كانت عاقراً، لكنه آمن بالرغم من هذا كله. لقد وثق وانطلق ووصل إلى البلد الذي أراه الله إياه، ومر الوقت لكن الابن لم يأتي، وبقيت رحم سارة مغلقة في عقره. فتذمر إبراهيم إلى الرب، لكن تذمره هذا شكل نوعا من الإيمان. فبالرغم من كل شيء هو يستمر على الإيمان بالله وعلى الرجاء، لأن شيئا آخر قد يحدث. فالإيمان هو أيضا مواجهة مع الله، نظهر له من خلالها مرارتنا بدون ادعاء لذلك. لذلك يرجع إبراهيم إلى الله في الإيمان ليساعده على الاستمرار في الرجاء، ويجيب الله مصراً على وعده المستحيل: لن يكون الوارث عبداً وإنما ابناً مولوداً من إبراهيم. وتلك العلامة التي أعطاها الله لإبراهيم هي طلب للثبات في الإيمان والرجاء. انظر إلى السماء، هكذا يكون نسبه. ومرة أخرى آمن إبراهيم بالرب فحسب له ذلك بر. أول نقطة متعلمة لكان إبراهيم هي طلب من الرب الثبات في الإيمان لحتى نقدر نبقى برجاء. من بين الشخصيات النسائية التي يقدمها لنا العهد القديم تبدو شخصية بطلة عظيمة للشعب اسمها يهوديت. يروي السفر الكتابي الذي يحمل اسمها قصة الحملة العسكرية المهيبة للملك نبوكدنصر الذي كان يحكم في نينوى، وراح يوسع حدود الإمبراطورية هازما كل الشعوب المجاورة ومستعبدانية. ويدرك القارئ أنه أمام عدو
وقد ضرب جيش نبوخذنصر بإمرة القائد إليفان حصارا حول مدينة في اليهودية هي بيت فلول، قاطعا عنها المياه مدخفا بهذه الطريقة مقاومة السكان. أخبر القصة كلها لحتى نعرف شو موقف جديد بهالقصة. هالوضع المأساوي دفع أهالي المدينة للجوء بالشيوخ مطالبين بالاستسلام للأعداء، وتفوهوا بكلمات مفعمة باليأس: والآن فإنه ليس لنا من نصير، بل باعنا الله إلى أيديهم لنصرع أمامهم في عطش وهلاك عظيم. لقد توصلوا إلى القول إن الله قد باعنا. لقد كان يأس هؤلاء الأشخاص كبير، والآن فادعوهم وأسلموا المدينة كلها لله إلى شعب أليفانا وكل جيشه. وبدت النهاية محتمة، وتبددت القدرة على الثقة بالله. لقد تبددت القدرة على الثقة بالله، وكم من مرة نبلغ نحن أيضا هذه الحالة التي نفقد خلالها القدرة على الثقة بالرب. إنها لتجربة سيئة في حياتنا الروحية. وإزاء هذا الكأس الكبير حاول قائد الشعب أن يقترح سندا للرجل: الصمود لخمسة أيام بطفل بانتظار تدخل الله المخلص. لكنه رجاء ضعيف جعله يقول: إن مضت تلك الأيام ولم تأتنا بالآخر عملت بقولكم. في خضم هذا الوضع ظهرت يهودية على ساحة الأحداث. أرملة في غاية الجمال والحكمة تخاطب الشعب برغبة الإيمان. شجاعة توبخ الشعب قائلة: والآن فإنكم تمتحنون الرب القديم. لا يا إخوتي، لا تثيروا غضب الرب إلهنا، فإن لم يشأ أن يغيثنا في الأيام الخمسة فله سلطان به يحمينا في الأيام التي يشاء أو يبيننا أمام أعدائنا. ولذلك فلننتظر من لدنه الخلاص ولنستغيث به فيصغي إلى صوتنا. إن حسنا لديه إنها لغة الرجاء، نقرأ على أبواب قلب الله الآن القادر على أن يخلصنا. إخوتي، لا نضعن أبدا شروطا على الله، ولنترك الرجاء يتغلب على مخاوفنا. الثقة بالله تعني الانضمام إلى مخططاته دون مطالب شيء، والقبول أيضا بأن يصلنا خلاصه وعونه بطريقة مغايرة لتوقعاتنا. إن نطلب من الرب الحياة والصحة والعواطف والسعادة، وإن فعل هذا لم يحق، ولكن مع الإدراك أن الله يعرف كيف يستخرج حياة حتى من الموت، وإن اختبار السلام ممكن حتى في المرض، وإن السكينة يمكن أن توجد أيضا في الوحدة، والغبطة في البكاء. ليس باستطاعتنا أن نعلم الله ما ينبغي عليه فعله أو ما نحتاج إليه. إنه يعرف ذلك أفضل منا، ويجب أن نثق به، لأن سبله وأفكاره مختلفة عن سبلنا وأفكارنا. إن الدربة التي تدلنا عليها يهوديت هي درب الثقة والانتظار بسلام، درب الصلاة والطاعة. إنها مسيرة الرجاء، فاعلين كل ما توفره لنا
إن كان هدنا بعيدا عن الاستسلام السهل، لكن سالكين دوما في خطى إرادة الرب. بتلك لوحة رح أخذ معكم من المزمور 115. هون لحتى نشوف كيف الكتاب المقدس بنبهنا على الرجاء يلي بنحطه بالأصنام. والمزمور ذاته بدلنا على طريق وبمين نحط رجعنا. بالمزمور 115 نعرف لأنه مرتب مرات: لا لنا يا رب لا لنا لكن اسمك أعطي المجد. من أجل رحمتك ومن أجل أمانتك لماذا يقول الأمم أين هو إلههم؟ إن إلهنا في السماء كل ما شاء صار. هون رجعنا. ومن مين الخوف؟ أصنامهم فضة وذهب، عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخير ولا تشم، لها أيدي ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي، ولا تنطق بحناجرها. مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها. يقدم لنا كاتب المزمور ومن خلال بعض من السخرية الواقع الزائل بالتمام لهذه الأصنام. وهنا يجب علينا أن نفهم أن الأمر لا يتعلق فقط بمصنوعات من المعدن أو من مواد أخرى، إنما أيضاً بتلك المصنوعة من أذهاننا. عندما نضع ثقتنا في أمور محدودة محولين إياها لأمور مطلقة، أو حين نجد الله داخلاً ضمناً فكرياً وفي حدود أفكارنا عن الألوهية، في إله يشبهنا يمكن فهمه وتوقعه تماماً مثل الأصنام المذكورة في المزمور. إن الإنسان وهو الذي خلق على صورة الله يصنع إلهاً على صورته، وهي صورة مشوهة أيضاً، لا يسمع لا يتجاوب، وقبل كل شيء لا يمكنه الكلام. ولكننا نفرح بالذهاب إلى الآلهة الكاذبة أكثر منه بالذهاب إلى الرب. وغالباً ما نفرح بالأمال الزائدة التي تمنحنا إياها الآلهة الكاذبة أكثر من فرحنا بالرجاء الكبير والمضمون الذي يمنحنا إياه الرب. قديم المرات نركض وراء الأصنام، قديم مرات نركض وراء السراب لما نلجأ للمعرفين واللي بيقروا بالفنجان. لذا فالرجاء الحقيقي هو أن نضع ثقتنا في الإله الحي الذي من أجلنا ولد من مريم العذراء ومات على الصليب وقام من بين الموت. الإله الذي وحده قادر أن يحولنا ببركته إلى أبنائه، مانحاً إيانا الرجاء الذي لا يخيب ولا يخيب. بترك العهد القديم لندخل على الجديد، وهون برغب بالتأمل معكم بشكل خاص حول اللحظة التي صح القول دخل فيها الرجاء إلى العالم بتجسد لله. عندما نتحدث عن الرجاء لا
غالبا ما نشير الى ما هو غير مرئي، لكن ميلاد المسيح وان يفتتح الفداء يحدثنا عن رجاء مختلف، عن رجاء جدير بالثقل، مرئي ومفهوم، لانه مؤسس على الله. هو يدخل الى العالم ويعطينا القوه لنسير معه نحو ملء الحياه. فالرجاء بالنسبه للمسيحي اذن يعني اليقين باننا في مسيره مع المسيح نحو الاب الذي ينتظرنا. خلال زمن المجيء نحضر في بيوتنا المغاره بحسب التقليد الذي يعود الى القديس فرانسيس أسيزي. ببساطتها تنقل المغاره الرجاء، وكل شخص فيها يغوص في هذا الجو من الرجاء. نلاحظ اولا المكان الذي ولد فيه يسوع، بيت لحم، قريه صغيره في اليهوديه، ولذلك فضلتها العنايه الالهيه التي تعمل من خلال الصغار والضعاف. من ثم ننظر إلى مريم أم الرجاء بالنعم التي قالتها فتحت لله باب عالمه. بالقرب من مريم نجد يوسف من نسل يسى وداود، هو أيضا قد آمن بكلمات الملاك وبالنظر إلى يسوع في المدود يتأمل الطفل الآتي من القدوس. نجد في المغارة أيضا الرعاة الذين يمثلون المتواضعين والفقراء الذين كانوا ينتظرون المسيح، الفرج لإسرائيل وافتداء أورشليم. في ذلك الطفل يرون تحقيق الوعود ويرجون أن يبلغ خلاص الله كل واحد منهم. وباللوحة الرابعة والأخيرة أختي بيخذ مقطع من رسالة بولس إلى أهل تسالونيكي، رسالته الأولى بالفصل 5:1-11. المقطع سامعينه كثير مرات بالرسالة. أما الأزمنة والأوقات فحاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحديد أن يوم الرب قد اسلم في الليل هكذا يجري. لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاضر الكبلى فلا ينجو. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلم حتى يدرككم ذلك اليوم كنص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلم، فلا ننم كالباقين بل لنسهر ونصبح. أما نحن الذين بالنهار فلنصبح لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لابتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح. يدعونا بولس كي نحافظ على رجاء الخلاص كخوذة على رؤوسنا، لا سيما في المحن وفي الأوقات الأكثر صعوبة في حياتنا. هذا هو الرجاء المسيحي. عندما نتحدث عن الرجاء يمكننا أن نفهمه بحسب المفهوم المشترك للعبارة، أي بالإشارة إلى شيء جميل نرغب به ولكنه قد يتحقق أو لا، أو إلى شيء نأمل أن يتحقق كرغبة ما. فيقال مثلا أرجو أن يكون الطقس جميلا غدا، لكن نعرف أن الطقس غدا قد يكون سيئا. هذا ليس الرجاء المسيحي. الرجاء المسيحي هو انتظار شيء قد تم
وسيتحقق بالتأكيد. L'espérance chrétienne est l'attente de quelque chose qui a déjà été accompli. وعلى سبيل المثال هناك باب أمامي وأنا أرجو أن أصل إليه، ماذا ينبغي علي أن أعمل؟ علي أن أسير نحوه وأنا متأكد من الوصول إليه. هذا هو الرجاء المسيحي، اليقين بأنني أسير نحو شيء موجود وليس نحو شيء أتمنى وجوده. الرجاء المسيحي هو انتظار شيء قد تم وسيتحقق بالتأكيد من كل واحد منا، وبالتالي فقيامتنا وقيامة موتانا الأحباء ليست أمرا قد يحدث ربما أو لا، وإنما هي واقع أكيد بقدر ما تتجذر في حدث قيامة المسيح. أن نرجو إذن يعني أن نتعلم أن نعيش في الانتظار، أن نتعلم العيش في الانتظار ونجد الحياة. عندما تتنبه المرأة بأنها حامل تتعلم يوما بعد يوم أن تعيش في الانتظار كي ترى عيني ذلك الطفل الذي سيأتي. هكذا نحن أيضا ينبغي علينا أن نعيش ونتعلم من هذه الانتظارات البشرية، ونعيش في انتظار رؤية الرب واللقاء به. وهذا ليس بالأمر السهل، ولكن يمكننا أن نتعلمه. أن نرجو إذن يعني ويتطلب قلبا متواضعا وفقيرا. وحده الفقير يعرف كيف ينتظر، لأن من قد امتلأ بذاته وممتلكاته لا يعرف كيف يثق بشخص آخر غير ذاته. إخوتي، لنطلب اليوم من الرب نعمة الثبات لا في ضماناتنا وقدراتنا، وإنما في الرجاء الذي ينبعث من وعد الله. عندها تتخذ حياتنا نورا جديدا في اليقين أن الذي أقام ابنه سيقيمنا نحن أيضا، وسيجعلنا واحدا معه ومع جميع إخوتنا